ايه مالك؟ لا مفيش. طب تاكليش ليه؟ اصلي شربت قهوه من شويه، ممكن تكون سدت نفسي. بس عايز اقولك ان الاكل حلو جدا، مع انك زمان قلت لي انك ما بتحبيش المطبخ. هو احنا مش اتفقنا ما نتكلمش في اللي فات؟ اه، بس ده ما يمنعش برضه انك تقولي لي مين بسيوني. بس بسيوني؟ بسيوني اللي باباك شافه عندي. معلش معلش يا حسام، نسيت اقول لك موضوع غاده ونيابه. انا اسفه يا حبيبي. تعرفي منين بسيوني ده؟ ما انا قلت لباباك، ده واحد ماما الله يرحمها كانت بتعطف عليه، بيجي كل فتره كده تديله صدقه. يعني اعتقد انه كان شغال عندنا سواق او موظف حاجه كده. وباباكي كان بيشغل عنده مسجلين خطر؟ مسجل خطر؟ ايه اللي انت بتقوله ده يا حسام؟ قضايا نصب واحتيال وسرقه بالاكراه، كان متهم في قضيه اغتصاب كمان. معقوله؟ هو عارف هنا ازاي يا منار؟ هو معاه رقم تليفوني، كلمني فديته العنوان، قلت يجي ياخد صدقه على روح عمر الله يرحمه. بس انا ما كنتش اعرف كل ده. هو باباك اللي اتحرى عنه ولا انت عرفت ازاي؟ مش فارقه، المهم ان هو ما يجيش هنا تاني. طبعا، ده انا هطلع اجيب موبايلي واعمل له بلوك. منار، هو انت كلمتيه عشان تديله صدقه فعلا ولا عشان حاجه تانيه؟ حاجه تانيه زي ايه؟ زي ان يكون عقلك وداكي انك تاخدي بطار اخوكي مثلا. يا منار، انا بخاف عليكي، مش عايزك تعملي حاجه تحطي نفسك في مصيبه. انا بحبك ومش عايز اخسرك. وانا كمان يا حسين، انا بحبك قوي ومستحيل اخسرك.